هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يسعى لإلغاء الدعم، لكن الهدف هو إعادة تنظيمه. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إعادة ترتيب أوراق الدولة وملفاتها من الداخل. أنا النهاردة اللي كان قاعد في البيت ده خد شقة ب 500 ألف جنيه، مش أنا اللي اديته، مصر اديته 500 ألف جنيه. فلا، عشان نقدر نكمل الموضوع لازم نعيد ترتيب وصياغة دعمنا اللي بنقدمه للناس. أنا مش هلغي الدعم يعني ولا حاجة، ما تخافوش، إنما هنعيد تنظيمه. We'll be right back.